وراه هو اليوم السيد المختار ولدادة اطراح الحجرة الأولى من بناه في بين نواكشوط الأول اللي هو اللي ينقال له كسر ونواكشوط التالي اللي ينقال له كابيتال، قاسم المضرب بيناتهم على بليده معتدلة مواجهة الناس كاملة، ولا يعود المسجد مولي مشرف على القرية كاملة ونشاف من بعيد. ما بعد فإنا نحمد الله على وضع أساس هذا المسجد وكوننا مسرورين به.